نشوف التمارين عندي اول تمرين هنا، قال لي اوجد بالساحه السطحيه الكليه عندي هنا رسمه للهرم هذا، يبي المساحه، اعطاني اربع اجابات 90 و65 و40 و25. يبي المساحه السطحيه، طبعا المساحه السطحيه الكليه عباره عن شنو؟ القاعده بتاعها هذه مربع، قاعدتها مربع، هنجيب مساحه القاعده بالاضافه الى مساحه اربعه اوجه، بما ان قاعدتها مربعه فمعناها الاربع الاوجه اللي هنا متساويات، اربع اوجه متساويه. هنجيب اول حاجه مساحه المثلثات الجانبيه الاربعه اللي هي عباره عن نص في خمسه في سته فاصله، الاوجه هذينا عباره، طبعا الاوجه هذا عباره عن مثلث، نص القاعده في ارتفاع، نص القاعده في الارتفاع اللي هو نص القاعده خمسه في ارتفاع سته فاصله خمسه ضرب اربعه، لان اربع اوجه متساويه. النجم الكامل حيساوي 65 سنتيمتر مربع. انا جبت مساحه الاوجه الاربعه، حنجيب تو مساحه القاعده، مساحه القاعده. مساحه القاعده عباره شنو؟ الطول في العرض اللي هي 5 في 5 في 25، اذا المساحه السطحيه الكليه عباره عن شنو؟ 65 زائد 25. المساحه السطحيه الكليه عباره عن مساحه المثلثات الجانبيه اللي هي 65 في مساحه القاعده اللي هي 25، اذا المجموع حيكون 90 سنتيمتر مربع، اذا حتكون الاجابه 90 سنتيمتر مربع.